مرحبا متابعينا الكرام في هذه الحصة الجديدة والتي نقدم لكم من خلالها منهجية تدريس مكونات وحدة اللغة العربية بالسنوات الابتدائية، ونقدم لكم خلال هذه الحصة منهجية السنة الرابعة والسنة الخامسة والسنة السادسة. نبدأ على بركة الله بمنهجية السنة الرابعة ومكون الإنشاء. ينجز موضوع الإنشاء خلال كل وحدة موضوع خلال كل وحدة دراسية، وينجز كل موضوع في 4 حصص من 45 دقيقة. خلال الأسبوع الأول والحصة الأولى فإن المنهجية تكون على الشكل التالي: تمهيد، تقديم الموضوع، تحليل ومناقشة الموضوع، تركيب حصيلات المناقشة، تدوين عناصر الموضوع. خلال الحصة الثانية وتكون في الأسبوع الثاني تكون المنهجية على الشكل التالي: تذكير بعناصر الموضوع، تحرير الموضوع حسب المطلوب، جمع الإنجازات. وخلال الأسبوع الثالث تقدم حصة التصحيح، وتكون هذه الحصة بدل حصة التطبيقات الكتابية، وتكون المنهجية على الشكل التالي: تذكير بالموضوع ومعايير التصحيح، تشخيص الأخطاء، تصحيح الأخطاء، التنويه بالإنتاجات الجيدة، إعادة كتابة الموضوع بعد تصحيحه. ثم هناك الحصة الرابعة وهي حصة التتبع، وتكون كذلك خلال الأسبوع الثالث، وتقدم على الشكل التالي: عرض أحسن موضوع أو تقديم الموضوع من طرف الأستاذ ومناقشته وتحليله جماعة، أو تسميع نص وتلخيصه من طرف المتعلمين. ننتقل الآن إلى منهجية تدريس مكون القراءة. كل أسبوع نص في 3 حصص وظيفي أسبوع الأول والثاني، أو نص شعري أسبوع الثالث، أو نص مسترسل موزع على الوحدة في 3 حصص. بالنسبة للنص الوظيفي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، خلال الحصة الأولى تمهيد، قراءة صامتة، أسئلة الاستكشاف، تسميع النص، قراءة فردية، شرح المفردات. الحصة الثانية تذكير، قراءات فردية، شرح المفردات، أسئلة الفهم، استخراج أفكار النص، أسئلة التفكير، تحديد موضوع البحث. الحصة الثالثة تذكير، قراءة فردية، أسئلة مركزة للفهم والتفكير، استثمار أساليب النص، أنشطة لغوية شفوية أو كتابية، مناقشة إنجازات البحث، أنشطة ترفيهية. أما بالنسبة للنص المسترسل فيكون خلال الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والأسبوع الثالث، حصة خلال كل أسبوع. خلال الحصة الأولى تكون على الشكل التالي: تمهيد، تشويق وتشخيص الإعداد القبلي، فهم وتحليل الجزء الأول، السياق، الأحداث، الشخصيات، القيام، المكان والزمن إلى غير ذلك، تحديد نشاط الإعداد القبلي للجزء الموالي. الحصة الثانية تذكير وتشخيص الإعداد القبلي، فهم وتحليل الجزء الثاني، السياق، الأحداث، الشخصيات، القيم، تحديد نشاط الإعداد القبلي للجزء الموالي. وخلال الحصة الثالثة والأسبوع الثالث تكون المنهجية على الشكل التالي: تذكير وتلخيص أحداث الجزئين السابقين، فهم وتحليل الجزء الأخير، السياق، الأحداث، الشخصيات، القيم، الزمان، المكان، مسرحة النص أو تشخيص مواقف منه، تحديد نشاط الإعداد القبلي للنص التالي. بالنسبة للنص الشعري ويكون خلال الأسبوع الثالث وينقسم إلى 3 حصص. الحصة الأولى تمهيد، تسميع النص، قراءة نموذجية، قراءات فردية، شرح المفردات. الحصة الثانية تذكير، قراءات فردية، أسئلة الفهم، إخراج الأفكار الأساسية. الحصة الثالثة تذكير، قراءات فردية، التذوق الشعري للنص، الإيقاع، الصور الشعرية. وننتقل الآن إلى منهجية الدرس اللغوي في السنة الرابعة. الدرس اللغوي يتكون من العناصر التالية: التراكيب والصرف والتحويل، درس كل أسبوع، الإملاء، ظاهرة إملائية كل وحدة يخصص الأسبوع الثالث لدعم الوحدة،
بالنسبة لمنهجية التراكيب الصرف والتحويل والإملاء تكون خلال الأسبوع الأول والثاني تكون على الشكل التالي: حصة واحدة كل أسبوع، تمهيد، تقديم وضعية الانطلاق، ملاحظة وتحليل الوضعية، اكتشاف الظاهرة، استنتاج القاعدة، التطبيق والتقويم، التصحيح وضبط التعثرات. ثم هناك الشكل: وحصة واحدة كل أسبوع خلال أسابيع ثلاثة من الوحدة، وتكون المنهجية على الشكل التالي: تذكير بالظواهر المدروسة، كتابة ونقل النص، قراءة صامتة للنص، أسئلة مسهلة للفهم، ضبط النص بالشكل، الإجابة عن الأسئلة الفهم والمعجم، التصحيح. وهناك التطبيقات الكتابية، وكذلك حصة واحدة كل أسبوع من الأسابيع الثلاث، وتكون المنهجية على الشكل التالي: تذكير بالظواهر المدروسة، مراجعة الظواهر المدروسة، تطبيقات أولية جماعية، إنجاز تطبيقات على الدفاتر، التصحيح، ضبط التعثرات. فيما يخص التطبيق بالنسبة للظاهرة الإملائية يتم خلال الأسبوع الثاني. إذن كانت هذه هي منهجية السنة الرابعة من التعليم الابتدائي لمادة اللغة العربية ومكوناتها. نشكركم على تتبعكم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة والتي سوف نستعرض من خلالها منهجية المستوى الخامس والمستوى السادس لمادة اللغة العربية كذلك وجميع مكوناتها. شكرا لكم وإلى اللقاء. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة.